أهلا بالجميع، أنا نيتشي باماتين، أنا عمري 28 سنة. لقد أنعم الله علي بنتين جميلتين وذكيتين. ولدت ونشأت في الفلبين. سمي هذا المكان لؤلؤة بحار الشرق. أعمل حاليا في الكويت كقديمة منزل. لمدة 3 سنوات و3 أشهر الآن قررت مجيئي إلى هنا لدعم احتياجاتي أليتي المالية ومنهي بناتي مستقبلا أخضر. أيضا بالإضافة إلى ذلك أتابع دراستي في دورة سكرتارية الكمبيوتر في ICSA. أنا ممتنة للغاية لأن ICSA قدم أيضا فصلا مجانيا لمحو المياه العربية. إنها فرصة كبيرة بالنسبة لي لتمكين القراءة وكتابة والتحدث وفهم اللغة العربية. أشكر أيضا للمعلمة مريان على صبرها وتعليمها المتميز. جزاكم الله خير الجزاء وشكرا لكم. الحمد لله.